أهلا بكل حضراتكم. تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وزارة الداخلية أقامت الملتقى الثاني بمحافظة الإسماعيلية لطلائع وشباب مناطق حي الأسمرات وأهالينا وبشائر الخير ومعا، وده على مدار 3 أيام لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء وحب الوطن لديهم، وتأكيدا على أن دور الدولة ومؤسساتها لم يقتصر على بناء المناطق الحضرية الجديدة كبديل للمناطق غير الآمنة فقط، بل استهدفت معها بناء الإنسان وترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية لإعداد أجيال جديدة تفخر بانتمائها للوطن. خلونا نفهم أكتر من الزميل محمود عبد الرازق، رئيس قسم الحوادث باليوم السابع. أهلا بك يا أستاذ محمود. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة بنا وكل السادة المشاهدين. يعني في البداية فندم، كلمنا عن الملتقى والهدف منه. يعني وزارة الداخلية اعتادت خلال الفترة الماضية أنها بتستضيف عدد من الشباب بشكل عام، تستضيفهم في مواقع الشورى، ومن الهدف من هذه الاستضافة ترسيخ قيم الولاء وقيم الانتماء والقيم الوطنية لدى الصغار السن، وما يعني بيتعاملوا بشكل مباشر مع المواقع الشرطية وبيحتكوا مع رجال الشرطة في أماكن عملهم. المرة دي وزارة الداخلية لم تكتفي بالزيارات داخل محافظة القاهرة، ولكن خدتهم لمكان مهم جدا ومكان حيوي جدا، وهي محافظة الإسماعيلية اللي فيها العديد من المواقع الشرطية. هؤلاء الأطفال زاروا عدد من المواقع، زاروا متحف الشرطة في محافظة الإسماعيلية، هذا المتحف اللي يعني بيجسد بطولات رجال الشرطة سنة 52 ومعركة الإسماعيلية الشهيرة اللي حصلت قبل 71 سنة من الآن، وضحى فيها رجال الشرطة، وعشان كده احنا بنحتفل كل 25 يناير وكل عام بعيد الشرطة. كمان الأطفال والبراعم زاروا متحف الإسماعيلية، المتحف الإسماعيلية اللي بيضم عدد من القطع الأثرية اللي كان تم العثور عليها أثناء حفر قناة السويس. بالفعل يعني الأطفال والصغار تجوه بشكل كبير جدا مع هذه الزيارة. بعد هذه الزيارة زاروا منطقة قناة السويس وشاهدوا السفن الضخمة وهي بتعبر القناة، والتقطوا عدد من الصور والفيديوهات عشان يسجلوا هذه الرحلة العظيمة. في نهاية اليوم تم إقامة زي حفل ترفيهي لهؤلاء الأطفال، تم إقامة مباراة كرة قدم بين الفريقين، وكان بيعلق عليها الكابتن مدحت شلبي بإفيهاته الشهيرة وعباراته الشهيرة، وهذه العبارات اللي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير. كمان شارك عدد من لاعبي الكرة القدامى على رسوم كابتن شادي محمد وأحمد الكاف في هذه الفاعلية، وده يعني ساهم بشكل كبير في رسم البسمة على وجوه الطلاب وصغار السن. اشمعنى يا فندم أطفال المناطق الحضرية الجديدة؟ يعني اشرح لنا أكتر. ده سؤال مهم جدا. هؤلاء الأطفال اللي كانوا بيقطعوا في أماكن مش هنقول عشوائية ولكن أماكن غير آمنة، والدولة تدخلت بشكل احترافي ونقلت هؤلاء الأطفال إلى الأماكن الحضرية الجديدة. وزارة الداخلية والدولة بصفة عامة ومؤسسات الدولة لم تكتفي بنقلهم من مكان خطر إلى أماكن آمن، ولكن ما بين حين والآخر بتتابع معاهم وبتتابع صغار السن على أساس يتم تشكيلتهم دافئة اجتماعية رائعة، بيحتكوا بمؤسسات الدولة خاصة الجهاز الشرطي عشان يعرفوا ازاي الدولة بهذه المؤسسات بتعمل في تناغم وفي اطار واحد، وازاي رجال الشرطة بيظهروا على راحتهم وعلى امنهم وعلى خلق اجواء امنة. عايز اقول لحضرتك يمكن الكلام النظري مختلف عن الزيارات الميدانية والواقع، ولما طالب او صغير السن هو صغير بيشوف ده على ارض الواقع بيتلمس ده وبيشعر ده بشكل اكبر بكثير مما يتم شرحه لي في المدارس. صحيح. طيب قولي يا فندم، هل دي اول مره ولا تكرر الامر؟ لا والحقيقه ده مش اول مره. الوزاره احتاجت ان يعني ما بين الحين والاخر تنظم رحلات. كان 7 أيام اكاديميه الشرطه استضافتهم لمده يوم لقضاء يوم داخل اكاديميه الشرطه، كمان انديه الشرطه سواء في القاهره او في الاسكندريه، اتحاد الشرطه الرياضي في الدراسه، كل هذه المواقع الشرطيه كانت استضافت هؤلاء الطلاب قبل ذلك يعني جولات. بس هو يعني كل رحله بتتم يعني استفاده من عدد اخر عشان يوسعوا قاعده الاستفاده وعشان يتم اكبر عدد من البراعم والشباب مناطق اهالينا والاسمارات والاماكن الاولى للرعايه يشوفوا المواقع الشرطيه ويحتكوا بشكل مباشر مع رجال الشرطه. شايف حضرتك يا فندم ايه كمان اهميه الملتقى ده من وجهه نظر حضرتك استاذ محمود؟ يعني بعيدا عن الجانب الاجتماعي العظيم اللي وراءه هذا الامر وترسيخ قيم الولاء والانتماء،
هو بيدعم الامن الاجتماعي. الامن الاجتماعي مهم جدا علشان الناس او الطلاب وعمد اظافرهم وهم صغيرين في السن يعرفوا قد ايه دول رجال الشرطه بيدافعوا عنهم وان هم دول بيسهروا على راحتهم، يعرفوا يعني في قريه مروريه وازاي وانا صغير يعني اتعلم في المدينه المروريه ازاي احافظ على القيم المروريه والتعليمات المروريه، وازاي يعني احافظ على التعليمات المروريه عشان احد من حوادث الطرق، ازاي ابلغ لو حصل لي مشكله، ازاي استعيد بالنجده، ازاي استعيد بالحمايه المدنيه، كلها مفاهيم مهمه جدا بيرسخوها لدى صغار السن هم صغيرين عشان يكون عندنا مجتمع فاهم ومجتمع واعي ومجتمع متحضر، خاصه ان احنا بننشد الجمهوريه الجديده. صحيح. محمود عبد الرد رئيس قسم الحوادث باليوم السابع، بشكرك يا فندم على وجودك معنا. شكرا حضرتك. شكرا فندم. كمان الشكر موصول لحضراتكم، بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على المتابعه، وانتظرونا بتغطيات اخرى على مدار اليوم. كنت معكم انا نايه.